أحسن الله إليكم الشيخ. ذكر مناقب الميت عند الدفن في حديث يقول ورد اذكروا محاسن موتاكم. ما هو عند الدفن، هذا عند الدفن يدعى له، يستغفر له، خصوصا إذا فرغوا من دفنه يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بقوله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم.